كان لعبوا صغار. يا اخي حسين المزوي عمره بدش الثلاثين، خبره يمكن اكثر من حسين، اكبر من يوسف. بالضبط حسين اكبر من يوسف 88. زين جزاك الله خير. اللي موجودين بالنص اساسا في نادي القادسيه يلعبون اساسيين قبل اي لاعب اخر. مسعود يمكن في بعض الاحيان يمكن حتى ابو عبد الله موجود يمكن يلعبون فهد انصاري يمكن حتى ما يلعب لو 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 ناخذها من الناحيه المنطقيه. شنو المشكله؟ الاسماء اللي نوجدها ترى اللي اختارها المدرب اسماء خبره، اسماء لها ثقلها. شنو العيب في التشكيله؟ مسعود انا اعتقد اكثر واحد تفاجأ بالتشكيله هم اللاعبين نفسهم. اليوم لما تسال عن فريق منتخب الكويت في اخر لعبه مع النيبال، منو ابرز خط بالفريق؟ الهجوم. الهجوم يعني يوسف وبدر. خلنا نقول يوسف لعب مباراة كانت وايد يعني لعب ويعني قدر تختار من الأفضل. نعم بس يوسف كان الأفضل أمانة يعني باللعبة هذه. أنت هني يا أبو سعود لما تيجي في آخر مباراة عندك أفضل اثنين ما تشركهم تحطهم برا، أنا أعتقد أن هذا المدرب ما هو مدرب كرة قدم. يعني مو قصة تشيل يوسف ما يصير يا جماعه. خلنا بس اكمل لك عشان ما لعب بدر. لا 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 ما لعب يوسف. لا لا خلنا مو مدرب كره قدم. لا لا انا مو مثبت لك اياه. مو مثبت. لا لا خلنا اقول يا اخي يا جماعه اختيار تشكيله، اختيار تشكيله يا ابو سالم. انت اليوم ما لعبت لاعب الجمهور كله يرى بانه هذا افضل لاعب عندك، تصير انت مو مدرب؟ لا فهمني فهمني فهمني. انا اقول عنه مو مدرب عملي داخل الملعب، هو مدرب نظري. المدرب النظري دائما افكاره ممكن يقول لك تدري شنو، انا بفاجئ الخصم. بعد كان فاجات الخصم مره واحده ولا تي المباراه انت. والله شنو مفاجاه الخصم؟ واحد يقول لك انا بقوي البنش. شو تقوي البنش؟ احنا نلعب وياهم بالبنش. انتهت المباراه، انتهت المباراه والشوط الاول اول 10 دقائق او ربع ساعه 3-0.